خلي بالك انك انت يوما ما هتوضع في نفس الموقف هتعرف قد ايه الانسان مجروح ومظلوم وقد ايه انت اخطات في حق نفسك وحق ربنا لما سكت. وانا عارف ان كتير من الضباط عارفين مين هو اللي ضربه. جيبوه اشرف لكم اكرم لكم. ابني كان مؤدب قوي ومحترم قوي، لسه ما تمش 17 سنة، كان نازل يجيب حق اصحابه يا حبيبتي، بيطالب بيهم ببقه ما مسكش حاجة، بيطالب بيهم ببقه يا حبيبتي. فعلا تخلي قضية او اي حاجة اشوفهم اشوف بس يا ابني يا رول نروح ابني نروح ابني للي خلقه ويعدلها ربنا، نروح ابني للي خلقه يعدلها ربنا. أنا اسمي محمد سامي، من عند جيكا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ناس كتير 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 الفترة اللي فاتت في الأسبوع دوت اللي هو قاعد في المستشفى، اتضح إن هي بتحبه جدا. ناس كتير وعدت إن هي مش هتسيب حقه، ناس كتير وعدت إن حقه مش هيبقى مجرد صورة على الجرافيتي ولا تغيير صورة بروفايل ولا الكلام ده كله. هنمشي الأول بالقانون، حقه جه بالقانون خير وبركة، مش بالقانون هيبقى القصاص زي زمان شريف. مش هنمشي في حق جيكا بس، احنا ماشيين في حق كل الشهداء ده 28 جمعة القدر لحد آخر شهيد اللي هو كان بعد جيكا كمان اللي هو امبارح الشهيد إسلام شهيد مصر. بالنسبة للرئيس مرسي أنا بتهمه مباشرة إن هو اللي قتل جيكا، مش شرط قتل مباشر أو مش شرط هو اللي كان ماسك سلاح، بس مفيش حد بيقتل إلا لما بيكون واخد أوامر من الأعلى منه. بالنسبة كل ما أحكي عيط. مش عايز بلاش، كان في موقف خاص بيني وبين جيكا يوم 19. انا كنت بايت في التحرير من الحد بالليل، يوم 18 بالليل. هو جالي على الدور كده، كان ان شاء الله محمود لسه فاضي، ما كانش لسه مسيرات الكلام ده كله. فبقى بهزر معايا يعني كاخو صغير يعني، فبقول له امشي يلا انت اللي جايبك هنا. لقيته بيقول لي انا يعني جاي عشان اخد حقك وحق رجليك. انا كنت متصاب في احداث محمد محمود الثانيه اللي هي بعد بورسعيد. فقلت له انت اللي هتجيب لي حقي عيل صغير. قال لي هتشوف العيل الصغير ده يعني. واثبت هو اجمل مننا كلنا. ابو الشهيد ولا عمك صلاح عوار ابو الشهيد. هم دول اللي قتلوا، دول هم دول. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت